تحياتي واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من قناتي مدريديستا زوم. بالبدايه اسمحوا لي اشكر كل من اشترك بالقناه بالايام الماضيه وكل من بعث لي رسائل دعم او بعث لي ملاحظه، بشكركم عليها وبتمنى اني واصل على مستوى يرضيكم جميعا. بالبدايه كمان اسمحوا لي انه اقول اللي وصلوا هذا الفيديو يشترك بالقناه ويفعل زر الجرس ليوصله كل جديد، ويعمل شير ولايك، ويلا بينا نبلش الحلقة الجديدة. رح نحكي اليوم عن توقعاتي لترتيب الدوري الإسباني للموسم الحالي. بالبداية الدوري الإسباني بالسنين الماضية كان في شهد سيطرة واضحة لبرشلونة على بطولة الدوري، يعني خاصة بالخمس سبع سنوات الماضية. السنة الحالية مختلفة برأيي، أنا برأيي إنه أتلتيكو مدريد السنة داخل بقوة. أتلتيكو مدريد شاهد استقرار على المستويين الإداري والفني خاصة بقيادة سيميوني والتعاقدات اللي قام فيها. يعني أتلتيكو مدريد ما بقى فريق كل همه إنه ينافس على دوري الأبطال أو يتأهل على دوري الأبطال ويكون مرتبة ثالثة بعد الريال والبرشا. يعني أتلتيكو مدريد دخل سوق الانتقالات بقوة، خاصة بعد بيع أنطوان كريزمان لبرشلونة، تعاقد مع جواو فيليكس بمبلغ يتجاوز 100 مليون، تعاقد مع لورينتي من ريال مدريد بمبلغ كمان يتجاوز 50 مليون يورو. ما عاد فريق صغير، بالعكس أنا برأيي إنه حتى جماهيره عم تطالب إنه يكون دوري مطلب أساسي لأتلتيكو سيميوني. بالنسبة لبرشلونة، برشلونة عنده أدفانتج يعني متفوق فيه على جميع فرق الدوري الإسباني، وجود لاعب بقيمة وحجم ليو ميسي. الفرق الثانية يعني ما عندها هذا اللاعب الحاسم، كنا بالسنوات الماضية عندنا كريستيانو رونالدو كريال مدريد، يعني هلا ما عندنا هذا اللاعب الحاسم للمباريات. ليو ميسي لاعب حاسم، لاعب كبير قادر يحسم معظم مباريات برشلونة، وشفنا السنين الماضية لما تتعقد المهمة ميسي يجيب النقاط ثلاثة لبرشلونة، خاصة بعد التعاقدات الجديدة كمان أنطوان غريزمان بالإضافة لسواريز والهجوم، عثمان ديمبلي قوة هجومية ضاربة مع عودة ليو ميسي، ديون بالوسط. يعني فريق متكامل وعنده نفس وعنده الاحتياط ليكمل الدوري بقوة، وأنا برأيي إنه راح يكون المرشح الأول لتحقيق الحفاظ على لقب الدوري الإسباني. بالنسبة لريال مدريد، ريال مدريد يعيش حالة من الفوضى حاليا، ما في استقرار، في تذبذب بالنتائج، يعني ريال ما عنده نفس طويل. يعني مثل ما شفنا مباراة بيفوز، مباراة بتعادل، مباراة بيخسر، أداء متذبذب، اللعيبة مرة فوق مرة تحت، إصابات كثيرة، عدم استقرار بالتشكيلة، دكة بدلاء ضعيفة، زيدان مصر يعني اللي باين لهلا إنه مركز كل تركيزه على العناصر القديمة اللي حققت معه كل شيء. ما بعتقد إنه ريال مدريد رح يحقق الدوري ولا المركز الثاني حتى، يعني مع الأسف مع إني مدريدي، بس بتمنى يعني تكذب توقعاتي وريال يحقق الدوري طبيعي. بس اللي شايفينه انه الريال ما هو قادر وما هو مؤهل انه يحقق الدوري الاسباني. بالنسبه ل هازارد بالريال، يعني هازارد لاعب كبير وافضل لاعب بالدوري الاوروبي كان السنه الماضيه، قادر يحسم عديد من المباريات، اما يجيب دوري لحاله صعب. يعني ما فينه يتقمص دور كريستيانو رونالدو، ما فينه يجيب عدد اهداف ولا نص اهداف كريستيانو رونالدو. استمرار ريال مدريد بالاعتماد على كريم بنزيما يعني خطأ فادح برأيي. كريم بنزيما لاعب رقم 10 أكثر منه لاعب رقم 9، لاعب بيسجل على الفرق الضعيفة، بس السنة الماضية شفنا أمام برشلونة بالأسبوع الحسم مع برشلونة بالدوري ومع برشلونة بالكأس ومع أياكس بدوري الأبطال كان غائب تماما وما سجل ولا هدف. مو بس أمام برشلونة، أمام إشبيليا، أمام فالنسيا، أمام أتلتيكو مدريد لاعب غائب، يعني ما بيظهر أمام فرق ضعيفة ومباريات ما له أهمية. يعني وبعدين بنشوف التطبيل لإله والتزمير لإله إنه بنزيما عم يسجل، بنزيما عم يتألق قدام مين؟ عم يتألق يعني عم نكذب على حالنا. وبعدين هذا اللاعب أخذ مكانه مكان حدا تاني، يعني هلا جبنا يوفيتش وما بظن رح يلعب. يعني
يوفيتش هو هداف السنة الماضية، سجل أكثر من 20 هدف، عنده إمكانيات، قوي بالرأس، قوي داخل منطقة الجزاء، الفينشينج تبعه عالي، بس وجود بنزيما أكيد ما راح يعطيه فرصة كبيرة، وأكيد زيدان ما راح يراهن إلا على بنزيما، يعني لو حتى لعب مع بنزيما إصاباته قليلة يعني، ونادرا ما نشوفه بيغيب يعني عن المباريات، حتى بالوديات زيدان كان مصر إنه بنزيما هو الأساس يعني. فاستمرار ريال مدريد بالاعتماد على هجوم مكون من بنزيما وبيل ما بعتقد راح ينافس على أي شيء، ما بعتقد هذا الثنائي قادر يجيب أي بطولة، ولا بدوري الأبطال ولا بالدوري ولا بالكأس، لا يعني بيل لاعب زجاجي وبيغيب أكثر ما بيلعب، وبنزيما بيلعب بس أمام الفرق الصغيرة. بتمنى تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، ويعني نتناقش سوا وتشوفوا شو رأيكم. أنا بالنهاية رح يكون ترتيب بالشكل التالي: برشلونة رح يكون بالصدارة، أتلتيكو مدريد رح يكون الثاني، ريال مدريد رح يكون الثالث، وإشبيليا الرابع مع حسم الهداف ليونس. بتمنى تشتركوا بالقناة مثل ما قلت لكم، وتفعلوا زر الجرس، وإلى اللقاء مع فيديو جديد إن شاء الله.